مصلحه قديمه قديمه عمرها 60 70 سنه هالمصلحه، واكثر 100 سنه كانوا يحرقوا اول شيء يلموا قش ويحرقوا للبيوت، مثلا يجتمعوا هالجيران كلياتهم ويحرقوا هالفريقي. يعني من انا وصغير هاي مصلحه ابونا، كان يروح يحرق افريقيا ياخذني معاه سيعدون، وتعلمت على المصلحه، ما عندنا غير هالمصلحه نحن نستناها من سنين للسنين. فتره الشغله 10 15 نهار، يعني فيها مشقه كثير ومنحط مصروف كثير وغاز جرات نسبي كثيري وعمال، يعني الهكتار بده شلت 40 عامل بين شاب وبنت. يعني الافريقي اكلي مشتهره، يعني الافريقي اكلي طيب كثير ما بتتفوت، خاصه اذا فيه فوقك شويه لحمات مع شويه فستقات، يعني بتعرف لحالك الافريقي ما في اطيب منه، واجباري يعني اجباري بدنا نحرق لناكل افريقي، يعني المحرق من وين نجيب افريقي؟ ما حدا بيساوي بمناطقنا غير نحن الافريقي.